التقى وزير الخارجية سمح شكري مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا جاير بيدرسون وذلك على هامش مشاركتهما في منتدى حوارات روما المتوسطية بالعاصمة الإيطالية وأوضحت وزارة الخارجية أن المبعوث الأممي هنأ شكري لنجاح مصر في تنظيم مؤتمر المناخ كوب 27 ومن جانبه أكد شكري على الثوابت الموقف المصري حيال الأزمة في سوريا والمتمثلة في ضروره الدفع بالحل السياسي وفقا لقرار مجلس الامن وتحقيق تقدم في العمليه السياسيه فضلا عن رفع المعاناه عن الشعب السوري الشقيق